انا بغيت ندوي بما انكم تزورونا في مدينه المحمديه. انا بغيت نقول واحد الحاجه، بما اننا دوزنا الحجر الصحي وكوفيد 19، وبما ان الحكومه شبه نائمه والمجلس الجامعي لمدينه المحمديه هو شبه نائم، انا بغيت نعرف هاد الناس اشنا هي الاستراتيجيه اللي داروا دوك المتشردين اللي كنشوف انهم هما اكثر ناس عرضه للاصابه بفيروس كورونا. لحد الساعه انا كنشوف جامعه المحمديه، بغيت نعرف غير الاستراتيجيه اللي عطات، ومع حنا دخلنا الكتاب جينيس في المصايب ديال المغرب من بعد القرقره، فضيحه القرقره المحمديه كنشوفوا فضيحه المصباحيه قنطره الموت دفيت العشوائي لمدينه المحمديه. هاد الناس واش شافوا استراتيجي لهذوك المتشردين؟ كيف عندنا دو سونتر محمديه، واحد ديال الام والطفل والاخر ديال العجزه، علاش واش ما بقاش وعاء عقاري اللي دار فيه يدار فيه سونتر ديال الايواء ديال هاد المتشردين، ولا ما بقاش عندنا هاد لا فيزيون ديال هادشي؟ هادشي كنا كنتكلموا في خلال الحجر الصحي. لا لا، دابا المشكله صوفيا كما كتعرفي نهار 23 غادي تعطى الحكم ديال محكمه النقد، وانت عادي كتمشي بحالها حتى حنا دابا عندنا في الحكم راه تمشي، راه ما بني على باطل فهو اصلا باطل. نعم انا كندوي حكومه فاشله برئاسه سعد الدين العثماني اللي افشل من رئيسه الجماعه. راه واحد الفيديو كان قالها لهم فيها بالكيران، ما قدرتوش تسيروا بالراكه، تسيروا جماعه المحمديه. دونك هاد الناس ما عندهمش اون فيزيون، ما عندهمش اون استراتيجي. لا هما لا الاغلبيه، باش ما نبقاوش ندويو على حزب عداله وكميه، لا هما لا الاغلبيه، لا ايريني لا الاتحاد الاشتراكي. المعارضه ما كايناش. دونك انا بغيت نفهم واش اليوم في هاد المدينه كنشوفوا ان ديك القنطره اللي دخلت ديال المحمديه وزفت فوق التروطوار، راه اللي دار هذاك الحجاج وبزاف ديال الاختلالات، راك شفتي كل شيء. شوف هذوك الاختلالات اللي دار داك الشيء خصو يمشي للحبس، خاص المحاسبه، خاص راه ما كايناش المراقبه، راه كنقولوها دائما، راه ما كايناش المراقبه في مدينه المحمديه. شوف خاص غير المحمديه دايره بحال ديك ما تنقول لك براسي عاوتاني، المحمديه غادي يجي كيدير فيها اللي بغا. الجاج محلول فهمتي؟ كيدير فيها اللي بغا. انا ما غاديش نبدا ندوي، كانت عندنا جمعيه ايواء اللي ما عرفتش هي فين وصلت دابا. بون لي زاكسيون اللي كنتي خرجتي معنا فيهم الاخ خالد مطيع باش عطينا لدوك الناس ياكلوا، وخرجت معنا لومبيلونس فاش شفنا الناس اللي كانوا مضروبين وهذا. ولكن واش ما عندناش وعاء عقاري اللي نديروا فيه انسيتو لهاد المتشردين؟ واش هاد المتشردين ماشي مغاربه؟ واش ما حاملينش البطاقه الوطنيه المغربيه؟ واش هاد المتشردين جبناهم من غوانتانامو؟ راهم مغاربه. غير الفرق بيننا وبينهم ان هادوك الناس وهنا رساله من المباشر ديالك طيب. ما سميتهمش شنكاره. طيب صوفيا، اللي جينا نهضروا على بزاف ديال الجمعيات اللي خاصهم مثلا مقرات، ولا اللي غيشتغلوا على شي مواضيع بحال مثلا ديال المتشردين، ايضا خاص حتى يعني مقرات الجمعيات اللي باغيين يشتغلوا على القطاع ديال الكلاب الضاله. كما كتعرفي في عاد عنتره كانت جات واحد الجمعيه اللي بغات يعني تاخذ واحد المقر، ولكن الجماعه ما استجبتش للنداء ديالها. شوف ما بني على باطل فهو باطل. نعم. ملي كترفضي ان تجي جمعيه من هولندا، اوكي؟ نعم. وهي كتقول لك انا كنتحمل المسؤوليه باش نعطي انا نجمع الكلاب، انا نمشي معاك. عقلتي المشكله الحشاك ديال داك الحمار اللي كانوا حطوه في الفوريان الجديد اللي حدا صيطه؟ عقلت على هذاك بلا ماكله بلا شرب. عقلت على هذاك. شحال كاينه بلاتي؟ عقلت. شحال كاينه ديال المساحه في هذيك البلاصه؟ كاينه. واش هذيك المساحه ما تقدروش ديروا فيها ان سونتر وديروا فيها دوك لي كاج اللي مليوحين حدا الخياله في السوق القديم، دوك لي كاج اللي كيتصداو وتقادوهم تماك وتبنيو واحد اللعيبه الكلاب الضاله؟ ما تقدروش. راه ما كايناش الاراده، راه ما كايناش الغيره على المدينه، ما كايناش المسؤوليه. دابا انت كما دائما انا كنقول راه 47 مستشار، حتى واحد فيهم ما كيبان، حتى واحد ما كيندد، حتى واحد ما كيسكر، نايمين في العسل، ولا ما فهمتيش اللي واقع دابا ولا شنو؟ لا ما بارك عليهم يخرجوا يتعاطوا في فيسبوك. ها؟ بارك عليهم يخرجوا يتشوف. انا نقول لك حاجه، انا هاد الايام هادي راه شفت واحد الفيس، واحد المستشاره راه بدات عاوتاني كتبان في الفيسبوك، ما عرفتش حيت قربت الانتخابات ولا ما عرفتش شنو هو بدون ذكر الاسم. تفضلي كملي. شوف انا نقول لك واحد الحاجه، انا نقول لك واحد بعدا عندي جوج رسائل من المغرب ديالك انوجهو. تفضلي. اولا كنطلب من ساكنه مدينه المحمديه ولا عامله المحمديه
ملي نشوفوا شي متشابك في الزنقه ما يكونوش شنكار، لان خاصكم تقربوا. انا بدت مع دوك المتشابكين في الزنقه، كل واحد فيهم عنده قصه، حيت غدا انا ولا انت ولا بعد غدا ما تعرفش ربي شنو يقدر يدير لينا حتى حنا نقراصنا في الزنقه فريمون. داكور دونك انا كنتمنى انكم ما تبقاوش تشوفوا فيهم ديك الشوفات الدنيويه نازله الله قد حيت الحشومه، هذا واحد. نعم. جوج، هذاك الدري اللي خرج لديك الزنقه، وهنا غادي نرجع عندنا جمعيه ايواء، رجعت اربعه المتشردين قل من 18 سنه لديورهم. نعم. وماشي ولاد المحمديه، جوج ولاد بني ملال، واحد ولد اكادير، واحد ولد قلعه الصلاغنه. نعم. داكوغ. نعم. رجعوا لديورهم، خاصنا غير شويه ديال العزيمه كيف ما قلتي. الحاجه الثانيه اللي بغيت نوجه لك، الحاجه الثانيه اللي كي تري امبورطون، شوف خاص جمعيات المجتمع المدني، لان في قانون الحريات العامه في الدستور المغربي عندك حق المرافعه ياك. انا ما فهمتش جمعيات حقوق الانسان، وهنا غادي نزيد نركز على حيت هاد الجمعيات ولاو كيعصبوني. نعم. جمعيات حقوق الانسان والمحافظه ولا حمايه المال العام. حمايه المال العام اخويا، اجي انا وياك نمشيو لقنطره المحمديه، وانت بما انك رئيس ما عرفتش شنو هو داك الشيء، راه من حقك تاخذ المارشي من جماعه المحمديه. نعم. غدير الدستور 2011 الحق الولوج الى المعلومه. صحيح. واخا ماشي نمشيو نبداو نتصوروا على شي حوايج، لا اساس اللي بغى يشري الحوله اللي يشري شغلو هذاك، ماشي شغلنا حنا. واش حنا اللي كنخلصوا الضرائب ونبداو نضربوا مع واحد باغي يدير اشي اللي باغي يدير الخير خلي منه راسه، ماشي شغلك انت. انت ماشي وزاره الداخليه. فعلا فعلا فعلا. دونك عندك مشكل ديال المسرحيات، سير اخويا وقف على الخروقات ودير رساله وارسلها لوزاره الداخليه ومشي تسال الحسابات وحسابات رئيس الجامعه. راه ما كاينش غير المسرحيات، راه عاوتاني المشكل ديال القاعه المغطاه اللي حدا من العلباش اللي توقفات عاوتاني، ما بقات حتى شي واحد خدام فيها، راه فضيحه هذيك. هذيك راه فضيحه بالجلاجل كما كيقولوا. شوف انا نرجع معاك لجمعيات حقوق الانسان وحمايه المال العام، سؤال مباشر، ما دورها؟ لا اش كدير؟ صوفيا شوف، واش في اخبارك، واش في اخبارك ان واحد الجمعيه ايضا ديال، ولو انا بعيد على الموضوع، ديال حمايه المستهلك بمدينه المحمديه اللي تعطاها مقر بمدينه المحمديه حدا العماله، وعيطوا على الناس ديالهم ودوزوها حسي مسي، وكما كتعرفي جمعيه ديال حمايه المستهلك مهمه في مدينه المحمديه، والان كيشتغلوا بصمت. هذا موضوع، هذا موضوع اخر عاد ما تهضروا فيه. انا غادي نرجعوا نقول لك ما بني على باطل. شوف باني باقي عندنا باك صاحبي وتصاحبي، وجي ندير انا وياك جمعيه وندخل خالتي وراجل خالتي وعمتي وجدك، لا صافا با مارشي، راه باش نتفاهموا. لا الا ما كنتيش مبني على صواب. أيه. ما مبنيش على صواب، غير شي بيع الحمص ولا ديك شي حاجه اخرى، خاصك المصداقيه في اي حاجه. حنا كان حنا ما كنتكلموش بطبيعه الحال دابا في جمعيه وحده، ولا حنا كنتكلموا بطبيعه الحال بصفه عامه. انا كندوي اون جينيرال، ولكن لا انا ندوي على الجمعيات. شوف انا اللي ضرني دابا في خاطري وما يحزو في نفسي، حيت كنشوف شي تخربيق في فيسبوك اللي بدا كيطلع لي في راسي. انا كبغيت نقول انه جا الوقت ان هذوك الجمعيات التي تحمل اسم حمايه المال العام، راه جمله كبيره، راه عندك تسحب كتبتيها في جمعيه راه سهله، راه حمايه المال العام او كتوقف ضد نهب المال العام، راه شي حاجه كي تري تري غروند. دونك يا اما نتحمل المسؤوليه، الاسم الكبير، يا اما نتحمل المسؤوليه انني نترافع في قضايا بحال الموظفين الاشباح راه اهدار المال العام، بحال القنطره والفلوس ديالها فين مشات راه اهدار المال العام، ممتلكات جماعه المحمديه اللي كانت تابعه للجماعه واصبحت عمارات وفلل ودازوا في قصاير بالليل راه اهدار المال العام. اها. اوكي. علامات التشوير ديال لي باساج وهذا في المحمديه حتى هما فينا هما. كيف تتم الصفقات؟ صفقات. كيف تتم الصفقات؟ تا هي راه مشكل كبير. دونك كل حاجه هادو هما الملفات الساخنه اللي خصنا نوضوا عليها. هذه هي الملفات اللي انا كنشوف انه خاص تكون عندنا كاريزما صحيحه ونكون عندنا المعدات صحيحه ونوضوا نترافعوا عليها. ولكن دابا السؤال اللي كنطرحوا انا وكطرحي حتى انت، شنو دابا اللي كيخلي عدد كبير من الفاعلين الجمعويين بمدينه المحمديه انهم يعني ساكتين؟ راه هذا هو المشكل خويا. انا باغي كنرجع، يا اما عندك كاريزما، كاين واحد الغموض في هذه القضيه هذه، علاش ما كتكلموش؟ شوف، يا اما تكون عندك كاريزما يا اما ما كتكونش عندك. نعم. حيت الكاريزما شي حاجه كتزاد معاك.
يا اما كتستقلها انت اما ما كتستقلهاش. لا كاين اللي عنده ولكن مجمدها، راه كاين اللي عنده. لا ما كاينش، ماشي كاين مجمدها دايره في الفريغو. اللايف اسمح لي اللايف اللي كنتي بارطاجيتي انت في الصفحه ديالك، فاش عيطت لك كتعرف بارطاجي معاك اللايف. أيه. اللي دوينا فيها الموظف الاشباح يومين من بعد خرجت رئيسه قالت لك عندي 60 جنينه. داكور. لا يا اما تكون عندنا الجراه لمناقشه امر ما يتعلق بإهدار المال الآن، يا إما نديرو شي حاجة أخرى من غير حماية المال الآن. نعم. لأن باش نقول أنا عندي جمعية، وحنا أنا أفتخر أنني كنت في جمعية الجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، اللي كان أنا ذاك الرئيس ديالها سباعي الله يرحمه، أكبر محامي كان في المحمدية، ومنها خرجوا ملف داخل عمالة المحمدية. ني مات هو الجمعيه بقات اوستاند باي لان المقاق ديالها كان في الرباط. نعم صحيح. وما يمكنلكش ما تبقاش، ما يمكن ليناش نبقاو نخدموا بان كارت ديال واحد الجمعيه هي الرئيس ديالها مات وباقي ما تجددش المكتب ديالها. لو كان عندنا انك تقدر تخدم بهذيك لاكارت ولا كون تجدد المكتب، اكيد كعضو في ديك الجمعيه غادي يكون ليا شرف فتح المستور. لان ما خاصكش تبقى ساكت، انت كتشوف الحاجه بعينك وكتشوفها وكتشوف القنطر. انا بغيت فاعل جمعوي حقوقي واحد يقول لك اجا مدام راه عندنا هنا خروقات في القنطره ولا فاعله حقوقيه، كان واحد فاعله حقوقيه ما عرفش ما محلها من الاعراب. هيا يلا خرج يقول لي القنطره. بدون ذكر الاسماء بعدا وهذا فهمتيني. لا ما كندويش انا، ما كندويش على ذيك الاسماء. انا كنقول ملي كدوي انك فاعله حقوقيه وتتباهين بصورك مع المسؤولين، اجل لا عندنا مشكل ديال القنطره، اجي نمشيو نجلسو عليه هذاك المشكل القنطره. اجي نمشيو نشوفو داكشي ونعبروه ولا نجيبو حنا كاع، نجيبو ان اكسبير. انا اللي كنعرفو كيخدم يجيب ان اكسبير، ياك حنا مجتمع مدني ونجيبو ان اكسبير يقوم لينا بشحال صعد ديك القنطره كاع وفين كاينين لي فاي ديال القنطره. ونجمعي دوسي وتبسيط وزاره الداخليه ومجلس على الحسابات. لا دابا وكيرجع نفس المشي وكترجع المجلس على الحسابات كيصيفط وكيفتح تحقيق في الامر. دابا غير باش ما نبقاوش مركزين غير في القنطره، راه كاين مشاريع دابا كثيره اللي في المحمديه كاين. انا كنعطيك غير شوف انا كنعطيك غير باغ اكزومبل دابا الكارثه العظمى هي القنطره عندنا دابا. دابا كاين مشاريع رياضيه وصوفيا، كاين مشاريع رياضيه اللي مصوبه ومجهزه. شوف خلينا المشاريع الرياضيه الحل، راه هذا هو المشكل. راه حياة البشر هي ديك القنطرة. نعم صحيح. القنطرة باقي ما بداتش وبداو فيها الكسيدات. تدوي على الناس اللي غادي تموت تماك. نعم. اخبارك نعم. اخبارك انه إذا ما كانتش الإنارة وما كانوش دي كاميرا دو سيرفيونس أن قنطرة أذان العشاء الآن. الكريفاس في المحمدية. نعم. وما تقدرش تدوز منها. نعم صحيح. يلا ومن ثاني تدوز واحد يضربك حاجه. انا كنشكرك على هذا التوضيحات هذا، وان شاء الله غادي نصادف في المباشر.